بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح صاحب كلام صاحب المنازل في الدرجة الثانية من التهذيب، حيث قالت: الدرجة الثانية تهذيب الحال، وهو أن لا يجنح الحال إلى علم، ولا يخضع لرسم، ولا يلتفت إلى حظ. معلقا على هذا الكلام من أن جنوح الحال إلى العلم نوعان، ممدوح ومذموم، فيجب أن يكون الحال وهي الأعمال القلبية وما يجده الإنسان في نفسه من يعني حب وشوق ورجاء ونحو ذلك وغير ذلك من الأحوال، لابد أن يكون تابعا للعلم. فما كان من أحوال لم يرد عليها دليل من الكتاب والسنة فلابد أن لا يعتبرها وأن لا يعبأ بها، كما ذكرنا مثل أحوال الدهش والهيمان والسكر والفناء. قال: فالعلم الصحيح والعمل المستقيم هما ميزان المعرفة الصحيحة والحال الصحيح. المعرفة اصطلاح يقوله أصحاب التهذيب أو أصحاب السلوك، يقصدون به ليس مجرد ضبط المسائل الاعتقادية، ولكن معرفة العبد لربه سبحانه وتعالى وتأثره بمقتضى أسمائه وصفاته. فلا بد أن يكون هذا مبنيا على علم صحيح والعمل المستقيم. فالعلم والعمل هما الوسيلة التي توصل الإنسان إلى صلاح قلبه وعمارته بمعرفة الله عز وجل ومحبته وتوحيده. ولا بد أن يقوم باطن الإنسان صلاحه على الشرع، كما أن ظاهره لا بد أن يكون على الشرع. فالعلم الصحيح والعمل المستقيم هما ميزان المعرفة الصحيحة والحال الصحيح، وهما كالبدنين لروحيهما. فأحسن ما يحمل عليه قوله أن لا يجنح الحال إلى علم، أن العلم يدعو إلى التفرقة دائما، والحال يدعو إلى الجمعية، والقلب بين هذين الداعيين. التفرقة تنوع الإرادات بين محبة لشيء وكراهة لآخر، ونظر أيضا إلى تفرق أعمال الناس وأحوالهم وإرادتهم، فهو يشاهد الفرق بين الأشياء، الخير والشر والطاعة والمعصية. وهذا واجب بلا شك، تفرقة واجبة، ولكن هناك تفرقة تحصل تشتت للقلب بسبب أنواع من العلوم ليست كما ذكرنا من علوم الكتاب والحكمة، فهي التي تؤدي إلى التفرقة غير المأمور بها. فالجمعية اجتماع الإرادة والهم على الله عز وجل، وأن يكون الإنسان مشاهدا دائما لتدبير الله سبحانه وتعالى للكون، وأن الأمور كلها من عنده سبحانه وتعالى، وأن البشر مع ورودهم كالهباء شيء لا يؤثر، شيء صغير جدا، ضعيف جدا، عاجز جدا. فنظره إلى هذا النظر يؤدي إلى اجتماع قلبه على الله عز وجل. هذا الحال يؤدي دائما، العبادات القلبية تؤدي إلى اجتماع القلب على الله سبحانه وتعالى. المسائل العلمية قد تفرق، فقلنا في الحقيقة العلم الصحيح مطلوب فيه تفرقة بين الخير والشر والإيمان والكفر والسنة والبدعة، وهذه تفرقة لا يستغني عنها العبد. وأيضا لابد أن يعني حصول تنوع الإرادات بين محبوب لله ومكروه له أمر لا يعني يستغنى
عن معرفته وتفصيله. أما التفرق بمعنى تشتت الفكر وتنوعه في التفكير في مسائل متنوعة كثيرة، فهو كما ذكرنا إذا كان هذا الأمر راجع إلى علم ليس من علوم الكتاب والسنة، ليس من علوم الكتاب والحكمة، فهو تفرقة في الحقيقة ينبغي أن يعرض عنها الإنسان وأن يجمع همه على العلوم النافعة التي هي علم الكتاب والحكمة، ويأخذ من علوم الوسائل الموصلة إليها ما يوصله إلى هذه الغاية. يعني أحسن في الحقيقة تفسير لجنوح الحلق إلى العلم اللي هو العلوم الغير مقصودة، هذه لا يقدمها على الحال. العلوم غير المقصودة التي كما ذكرنا عبارة عن إضافات دخلت عبر رحلة العلم في التاريخ من علوم أمم أخرى زي علم الكلام مثلا، أو علوم الوسائل زي الأصول والمصطلح ونحو ذلك، هذه العلوم لا يقدم الحال عليها، لابد أن يأخذ منها بما يحتاجه للوصول، ولكن لا يقدمها على الحال. استغفر الله، لا يقدمها، بمعنى أنه لا ينشغل بهذا النوع من العلم ويهمل قلبه ويعيش حياته كلها لهذا العلم مع إهمال القلب، لا، هذا يؤدي إلى التشتت والتفرق ولا يحصل له جمعية. فهذا أحسن ما يذكر في ذلك والله أعلم. ابن القيم بيحمله يقول إن العلم يدعو إلى التفرقة والحل يدعو إلى الجمعية، والقلب بين هذين الداعيين يجيب هذا مرة وهذا مرة، فتهذيب الحال وتصفيته أن يجيب داعي الحال لا داعي العلم، ولا يلزم من هذا إعراضه عن العلم وعدم تحكيمه والتسليم له، بل هو متعبد بالعلم محكم له، متعبد بالعلم، بل هو الحال متعبد من خلال العلم محكم له مستسلم له، غير مجيب لداعيه من التفرقة، بل هو مجيب لداعي الحال والجمعية، آخذ من العلم ما يصحح له حاله وجمعيته، غير مستغرق فيه استغراق من هو مطرح همته وغايته وغاية مقصده، أو من هو مطرح همته وغاية مقصده، لا مطلوب له سواه ولا مراد له إلا إياه، فالعلم عنده آلة ووسيلة. يعني مش غرض أنه هو يحقق المسائل وخلاص، يحقق المسائل عشان يوصل بها إلى الحال. العلم عنده آلة ووسيلة وطريق توصله إلى مقصده ومطلوبه، فهو كالدليل بين يديه يدعوه إلى الطريق ويدله عليه، فهو يجيب داعيه للدلالة ومعرفة الطريق وما في قلبه من ملاحظة مقصده ومطلبه من سيره وسفره وباعث همته على الخروج من أوطانه ومرباه. يبقى إذن العلم بيدل على الطريق، اللي في قلبه بيقول له أنت عايز إيه من العلم ده، أنت عايز إيه من العمل ده، أنت عايز تريد وجه الله، هذا الذي يدفعك إلى أن تسير، هذا الذي تريد أن تقترب من الله، تريد رضا الله، يجعله دائما مجتمع الهمة على الله عز وجل. يقول وما في قلبه من ملاحظة مقصده ومطلبه من سيره وسفره، سفره إلى الله، وباعث همته على الخروج من أوطانه ومرباه ومن بين أصحابه وخلطائه، الحامل له على الاغتراب. ما في قلبي هو الذي يحمله على الاغتراب، بمعنى يبقى غريب وسط الناس، الناس ماشيه في سكه مهتمه بحاجات معينه، كل واحد مهتم بشيء وهو له اهتمام تاني، هو له اهتمام بمرضات الله عز وجل بما يحبه الله سبحانه وتعالى، ذاك طريقه مختلف عن طريقهم، كل واحد له طريقه معينه. هو ليه بقى غريب؟ لانه هو لا حاطط في امامه مقصد معين عمره ما هيسيبه. ممكن في ناس تنشغل بانواع بالعلم جعلتها هو المقصد، وزي ما قلنا كمان بالاضافه لذلك انها تكون العلوم غير المقصوده في الاصل، فترتب على ذلك يعني ان ينشغل فيها وينقطع عن حاله، ولذلك تحصل امراض عديده جدا وسط انواع من المتعلمين بل والعلماء في أنواع معينة من العلوم، تحصل أمراض خطيرة بسبب عدم الاهتمام بالقلب، بسبب عدم التوازن بين طلب العلم وبين الاهتمام بالحال، إن هو
فاللي هو اهتم بقلبه ده حصل فعلا نوع من الغربة، فتفرد في طريق الطلب. ما في قلبي هو الذي يدفعه إلى ذلك، يقول ما في قلبي هو المسير له والمحرك والباعث، فلا يجنح عن دائه إلى اشتغاله بجزئيات أحوال الدليل وما هو خارج عن دلالته على طريقه. يعني ممكن ينشغل في مسألة بعيدة وهي خارجة عن المقصد، فخلاص المسألة اللي مش مهمة مش هتحقق لها في مقصدك، ما تشغلش بيها جامد، مش هي مش لابد هي اللي تقعد تقضي فيها الأعمار في التحقيق فيها. لا، هي تؤدي إلى ماذا؟ إيه ثمرتها في حصول مقصودك من اجتماع قلبك على الله، من حصول رضا الله سبحانه وتعالى؟ فإذا رأيت هذا الأمر يعني فلا تنشغل بهذه المسائل التي هي قليلة الفائدة بالنسبة إلى المقصود الأعظم. يقول: فهذا مقصد شيخ الإسلام إن شاء الله تعالى لا الوجه الأول، والله سبحانه وتعالى أعلم. يقصد شيخ الإسلام الهروي، قد ذكرنا من قبل يعني تعليقا على هذه المسألة، لأن لفظ يعني لقب شيخ الإسلام مع وجود انحرافات عديدة في كتابات الشيخ نتحفظ على مثل هذا اللقب، والله أعلم. هو ده شيخ ابن القيم لما بيقول شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، قصده إيه؟ الهروي، مش شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن هو هنا بيتكلم شيخ الإسلام يقصد الإيه؟ الهروي. لكن حقيقة فيه نكارة في كثير من مؤلفاته وأقواله وإطلاقاته، حتى دي كمان لما يقول جناح الحال إلى العلم. قلنا في الحقيقة هي المشكلة إن العلوم في زمنهم كانت هي الإيه؟ العلوم اللي معظمها خارج عن علم الكتاب والحكمة، فأدى ذلك إلى أن يعقدوا خصومة بين العلم والإيه؟ والحال. لكن الإطلاق ده مش صح، بل الواجب أن يكون أصلا العلم هو علم الكتاب والحكمة، ده وسيلة للتزكية لا وسيلة له إيه؟ غيرها. فلا يمكن أن يتصور خصومة بين الإيه؟ بين الأمرين، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ده مش ممكن يحصل فيه يعني افتراق بين الاثنين. لكن كما ذكرنا المشكلة في العلوم اللي هي ما هيش علم الكتاب والإيه؟ والحكمة. يقول: أما قوله لا يخضع لرسم، أي لا يستولي على قلبه شيء من الكائنات. إن قلنا كلمة الرسم هو المخلوق، أشياء المخلوق يسموها رسوم لأنها آثار لقدرة الله سبحانه وتعالى، شكل. فبيقول ما يخضعش، لا يستولي على قلبه شيء من الكائنات بحيث يخضع له قلبه، فإن صاحب الحال إنما يطلب الحي القيوم، فلا ينبغي له أن يقف عند المعاهد والرسوم. المعاهد يعني الأمور المعهودة، الأمور العادات، مع الطباع والتقاليد والعادات لا يقف عندها. لا يستولي على قلبه مخلوق يعمل له أو يكون مسيطر عليه أو يكون حب مقدم، هو يطلب الحي القيوم سبحانه وتعالى. أما قوله ولا يلتفت إلى حظ، أي إذا حصل له الحال التام لم يشتغل بفرحه به وحظه منه واستلذاذه، فإن ذلك حظ من حظوظ النفس وبقية من بقاياها. وهذا الإطلاق أيضا غير مقبول، يعني أنه إن ما يجد من لذة الحال حظ من حظوظ النفس. اللي ممكن يحمل عليه معنى صحيح ان هو يحس ان هو بقى صاحب حال، فهذا حظ من حظوظ النفس. نفسه تقول له خلاص كده انت بقيت انت الزاهد، نفسه تقول له كده انت بقى ايه العابد، نفسه تقول له انت كده اللي فاهم الامور والناس كلها مش فاهمه، نفسه تقول له هو ده حظ النفس. ولو وجد لذة من هذا يبقى ده لابد ان هو لا يلتفت اليه، ولابد ان لا يعني لا يعرج عليه، بل يجتهد ان يتخلص منه، لان مثل هذا النوع هو فعلا من حظوظ النفس، مغلف في صورة الايه؟ الزهد والعبادة والحب والخوف، ان هو يشوف نفسه بقى صاحب حال، فلابد ان يزهد في الاحوال والمقامات، بمعنى يزهد في التسمي بها، لا حتى عند نفسه. لما نفسه تحاول تتزين من جوه بان هو انت الزاهد والناس مش زاهده،
انت العالم والناس اللي مش ما عندهاش علم، انت اللي على الطريق وهم مش على الطريق، انت اللي بتتعبد وهم اللي مش عابدين، انت الخائف الراجي المحب وهم ما عندهمش. فهذا الامر حظ نفس. لكن ما يجده الانسان من لذة العبادة كما ذكرنا رغب الشرع فيه لا يمكن ان يكون حظ نفس مذموم لا يلتفت اليه، بل يفرح الانسان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ان الله امرني ان اقرأ عليك سورة البينة، فقال يا رسول الله وسماني؟ فقال وسماك. فبكى أبي رضي الله تعالى عنه. فقالوا لأبي بعد ذلك أفرحت بذلك؟ فقال وما لي لا أفرح، والله عز وجل يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمثل هذا الأمر، يعني إن الإنسان يفرح بما جعله الله فعلا سببا لفرح القلوب وسعادة النفوس وسرور الإنسان، هذا السرور الحقيقي. وبينهما كما ترون شعرة، إن الإنسان فرح بعبادة الله ولا فرحان بنفسه معجب بيها بأنه بقى فيها صفات الزهد وكده وكده والعبادة ونحو ذلك، وهو في الحقيقة مغرور في نفسه، مغرور إن هو دي حظوظ نفس عشان يتمدح بيها عند نفسه أو عند غيره أو عند الناس، ونفسه ملتفتة إليها. وبين أن يفرح بقرب الله عز وجل، أن يفرح ويجد لذة وحلاوة الإيمان، وليس لذة أنه أصبح عند الناس زاهدا، عند الناس عابدا، عند الناس صالحا. نسأل الله العفو والعافية. وكما ذكرنا عند نفسه أو عند الناس. ما احنا بنقول ايه طيب؟ اذا قصد ان يجد هذه اللذة التي رغبنا الشرع فيها وقال لنا هتلاقوها، يبقى ده امر مطلوب، ده مش حظ النفس، ماشي كده؟ او ده حظ مطلوب ان احنا نسعى اليه، مش ان انت ما 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 لا تريد ان تجد هذه اللذة، انت ترضي الله سبحانه وتعالى ومن خلال تجد هذه اللذة. فهذه الحلاوة للإيمان كون الشرع بيرغبنا فيها، ما تقولش أنا مش عايزها، زي اللي بيقول أنا مش عايز الجنة. ما ينفعش، ما ينفعش واحد ربنا رغبه في الجنة وبعدين يقول إيه؟ لا أنا عايز أتعبد من غير ما أطلب الجنة. يبقى مش صادق إنه بيتعبد، مش صادق إنه فيه بيحب ربنا. لو بتحب ربنا ترغب فيما رغبك وترهب مما رهبك. فالحته بتاعت ان انا ما اتعبدش عشان ما اجيبش اللذه دي داخله من نفس الحته بتاعت الايه؟ اللي هي الصوفيه اللي بيقولوا ما احنا بنتعبد لربنا عشان نتعبد مش عايزين الجنه، ففي جنه في الدنيا، ماشي كده؟ الشرع رغبك فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اذا بيقول ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان، بيرغبهم في حلاوه الايمان، بيرغبهم في هذه اللذة. يبقى ما ينفعش تقول انا مش عايزها ولا ارغب فيها ولا اعمل من اجلها، وانت في الحقيقة دي مش منفصلة. زي بالضبط كده واحد قال انا اريد الله ولا اريد الدار الاخرة، الرسول ربنا عز وجل قال لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، ده تلازم اساسا. قال وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. حاجات في حاجات اخطاء دخلت في كثير من كلمات، يعني بعض المشايخ المتكلمين في هذه الباب من اثر الصوفية التي فيها انحراف او من الاطلاقات غير المفهومة، مثل هذا الاطلاق انه لا يلتفت الى حظ، مثل فرحه واستلذاذه بالحال. الكلام ده على اطلاقه مش صحيح، ان هو لما يفرحش بما حصل له من عبادة الله عز وجل، من حب الله، ازاي ما يفرحش بحب الله؟ ازاي ما يطلبش هذا الفرح؟ ده جنة الدنيا. لا، هذا امر رغبنا فيه الشرع فينبغي ان يرغب فيه وينبغي ان يبحث عنه كما ذكرنا. ايه هو المذموم من ذلك؟ انه يتزين عند نفسه وعند الناس، ان هو يقعد يقول لنفسه انت بقيتي انت وصلت والناس ما وصلتش،
فهذا حظ نفس. قال صاحب المنازل: الدرجة الثالثة تهذيب القصد، وهو تصفيته من ذل الإكراه وتحفظه من مرض الفتور، ونصرته على منازعات العلم. هذه أيضا ثلاثة أشياء: تهذيب قصده وتصفيته. دلوقتي هو هذب، أول حاجة كان هذب ليه؟ هذب العبادة أن لا تخالجها جهالة، ولا يشوبها عادة، ولا يقف عندها همة، ما تقفش همته عليها. زي ما قلنا واحد وجعل همته أن النهاردة عايز أختم مثلا من الإيه، من الفجر للمغرب، عايز يختم، هيقرأ إزاي؟ من غير تدبر. ليه؟ عشان جعل همته إيه؟ آخر البتاع، الختمة، ماشي كده؟ يبقى عبادته وقفت همتها عند شكل العبادة زي ما قلنا. تهذيب الخدمة، تهذيب العبادة، أن لا يخلجها جهالة ولا يشبها عادة ولا يقف دائما. والتهذيب الثاني كان تهذيب الحال، أن لا يجنح الحال إلى علم، زي ما قلنا أنه علم العلم غير المقصود، غير الكتاب والسنة، وده بيفرق أو ينشغل بمسائل هي في الحقيقة وسائل، لابد أن تظل في حكم الوسائل والمقصد واضح، ولا يخضع لمخلوق نفسه تبقى لا يمكن أن يستولي على قلبه أحد المخلوقين أيا ما كان، لا مال ولا زوجة ولا أولاد ولا منصب ولا شيء، ولا يلتفت إلى حظ، يعني حظ النفس أثناء العبادة. وزي ما قلنا ده هو التزين بأنه جواد كريم، مجاهد، عالم، داعية، حافظ للقرآن، زاهد، مخلص، نفسه تقول له كده، فهذه لا يلتفت إليها. أما لذة العبادة ولذة الطاعة وحلاوة الإيمان فلا يمكن أن لا يرغب الإنسان فيها، كما أنه لا يمكن أن لا يرغب في الجنة. المؤمن راغب في فضل الله في الدنيا وراغب في فضل الله في الآخرة، راغب في رحمة الله في الدنيا بحبه ولذة الشوق إليه. ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. يبقى ده لذة لابد مطلوبة، الرسول صلى الله عليه وسلم بيطلبها. قال صاحب المنازل: أما الثالث تهذيب القصد، أحدها تصفيته من ذل الإكراه. الإرادة بقى تكون مصفاة لله عز وجل، يقول من ذل الإكراه، أي لا يسوق نفسه إلى الله كرها كالأجير المسخر المكلف، بل تكون دواعي قلبه وجواذبه منساقة إلى الله طوعا ومحبة وإيثارا، كجريان الماء في منحدره، وهذه حال المحبين الصادقين، فإن عبادتهم طوعا ومحبة ورضا، ففيها قرة عيونهم وسرور قلوبهم ولذة أرواحهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. فقرة عين المحب ولذته ونعيم روحه في طاعة محبوبه، بخلاف المطيع كرها المتحمل للخدمة ثقلا، يعني عمال لسه. وطبعا هو في الأول لا بد أن هو بيتحمل بيحمل نفسه على ذلك، لكن سوف يظل معانيا معاناة طويلة إذا لم يكن محبا صادقا، إذا لم يهتم بالقلب. وبحيث يوجد عبادة القلب على الدوام موجودة، هذه هي التي تطيب السير، هذه التي تسهل العبادة أو تجعله فعلا محبا لها، بدلا من هو بيجرجرها ويجرجر نفسه على هذه العبادة. لا، أصبحت النفس منقادة، أصبح يؤدي الحقوق سماحة لا كظما، يؤدي الأمر ده نفسه سمح به، سهل عليه، محب له، وليس أنه يكره نفسه على هذه العبادة. طب هيعمل ايه دلوقتي واحد لسه مش لاقي الموضوع ده؟ يقعد يخبط على الباب ويجر نفسه شوية لغاية ما تيجي معاه بعد كده. لكن زي ما قلنا ممكن يعيش عمره كله عمال يجرجرها ومش هيستحمل الجرجرة دي. ده انت تخيل كده كل شوية توقف، كل شوية توقف، هيعمل ايه؟
هيدور على شركة مواصلات تانية او هيقول لا مش همشي في السكة دي. فهو لكن ايه لابد ان هو يكون في داعي من الداخل وهو ايمانه بالله واليوم الاخر. وكان ده مبنى على ايه؟ على تحقيق المحبة لله عز وجل والرجاء والرغبة فيما عند الله. والكلام ده بتحقيق الايمان بالاسماء والصفات وشهود النعم وحتى يحب الله سبحانه وتعالى. فيفتح الله عز وجل لقلبه هذا الباب الذي يؤدي به العبادة محبا لها، وجد آثار القرب من الله سبحانه وتعالى، فأصبحت العبادة هي قرة العين التي لا تنقطع. يقول وفي قوله ذل الإكراه لطيفة، وهي أن المطيع كرها يرى أنه لولا ذل قهره وعقوبة سيده لما له لما أطاعه، فهو يتحمل طاعته كالمكره الذي قد أذله مكرهه وقاهره، بخلاف المحب الذي يعد طاعة محبوبه قوتا ونعيما ولذة وسرورا، فهذا ليس الحامل له ذل الإكراه. فهو مع خوفه محب لله عز وجل، وهو يخاف في المقام الأول، يخاف أن يبعد عن الله ويطرد من قربه وقد ذاق لذة قربه سبحانه وتعالى، فهو يخشى أن يبعد كما يخشى من وعيد الله عز وجل، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. النفس الإنسانية ليست على حال واحدة، ولذلك لا يقال أن الخوف من العقوبة دائما هو من ضمن الإكراه، يوم يفتكر أنه هو عايز يعبد ربنا دون خوف، لا، بل لابد أن يظل خائفا، والله أعلى وأعلم، لأن النفس الإنسانية متقلبة. لكن هو يتعبد لله سبحانه وتعالى محبا له، واجدا لذة وحلاوة الإيمان والعبادة. نعم، مجاهدة النفس يأخذ عليها ثواب، بس صحيح ان ده العبادة بتكون ثقيلة في البداية، لكن لابد ان هو مش هيكمل لو هو ما وصلش الى ان يجد لذة في العبادة. ففي خطورة اذا ما اهتمش بحال القلب، اذا فضل اهتم بشكل العبادة من بره وهي تفضل تقيلة طول عمرها. فهو لابد ان هو، عشان كده بنأكد جامد جدا على تدبر القرآن وعلى مطالعة اثار الاسماء والصفات، علشان يحب ربنا، عشان تسهل عليه العبادة. لأنه هو لو فضل يؤدي العبادة بيكر في القراية هذا كهذا الشعر، مش هيجد لذة، مش هيستحمل، أو هيفضل يعاني طول عمره، هيفضل يجرجرها طول عمره. الثاني تحفظه من مرض الفتور، أي توقيه من مرض فتور قصده وخمود نار طلبه. زي حاجة طلبوا يريد مرضاة الله عز وجل، لو خمدت الرغبة دي فسوف يتوقف. يقول فإن العزم هو روح القصد، ونشاطه كالصحة له، وفتوره مرض من أمراضه. فتهذيب قصده، قصد هو الإرادة، تهذيب قصده وتصفيته بحميته من أسباب هذا المرض الذي هو الفتور، إنما يتحفظ منه بالحمية من أسبابه، وهو أن يلهو عن الفضول من كل شيء. ايه اللي بيخلي الانسان يفتر في العبادة؟ انه يتعلق بشيء من الدنيا. هو اشياء الدنيا دي حاجات ضرورية، لازم يأكل، لازم ينام، لازم يشرب، لازم يلبس، لازم يخالط الناس. المشكلة في ان الحاجات دي تبقى ايه؟ تبقى زايدة عن الحاجة. المطلوب من الحاجات دي انها قدر المطلوب، كونها تزيد يتعلق قلبه بها. الفلوس لما تزيد، الجاه لما يزيد، لما خلط بالناس، الاكل، الشرب، اللبس، كل الاشياء دي فضول. الفضول الزايد منها يجعل الانسان يتعلق قلبه بها، فتفطر همته في عبادة الله سبحانه وتعالى. يبقى الحمية من اسباب الفتور، حمية يعني ياخد احتياطاته عشان ما يحصلوش فتور، أن يلهو عن الفضول من كل شيء، ويحرص على ترك ما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو فيه زيادة إيمانه
إلا فيما يضر فيه زيادة إيمانه وحاله مع الله، ولا يصحب إلا من يعينه على ذلك. فإن بلي بمن لا يعينه فليدرأه عنه ما استطاع ويدفعه دفع الصائل. ابتلي بحد يشغله ويضيع وقته ويخلي قلبه بعيد عن ربنا، يحاول بقى يبعد عنه ويهرب منه وقد ما يقدر ما استطاع، كأنه هيعتدي عليه. هو هيعتدي عليه في وقته، هيعتدي عليه في جمعية قلبه، يعرض عليه مشاكل تخليه يعني ينسى اللي هو كان فيه. كثرة المشاكل الصراعات الدنيوية بلا شك تبعد القلب عن الله، تخليه غصب عنه، فضلا ان يكون هو صاحب المشكلة. كل يوم يتخانق، يتخانق مع مراته، يتخانق مع جيرانه، يتخانق مع زميله، يتخانق مع اخوانه. عشان كده بنقول للاخوة ما يتخانقوش على الصف الاول، علشان الجمعية بتفقد على طول، علشان ان هو حاله اللي هو بيدور عليه مع ربنا وكده بيصلي ويخشوع كده، وهو اللي اماه اللي جنبي ده ما يبعد كده، خليه يعني لو كان يمشي ولا واحد يروح يستريح يصلي في حته ثانيه هتلاقي مش نافع. مش يعني لما توصل الحكايه للمنظر ده يبقى ما هيبقى فقد ما هو اهم. ماشي كده؟ ف انا مش قصدي ان الاخوه ما يتنافسوش الصف الاول، بس ما يتخانقوش، بس ما يزعلوش من بعض، بس ما يعني ما يبقاش في شحناء بينهم. فيقول يلهو عن الحمية عشان ما يحصلوش فتور، يلهو عن الفضول من كل شيء، ويحرص على ترك ما لا يعنيه. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الاعتكاف العلماء بيقولوا، وده كلام واضح جدا، ان هو في الحقيقة تربية على ترك الفضول. ست حاجات فيها فضول بنتركها في الاعتكاف: فضول المنام، فضول الخلطة، فضول الكلام، فضول الطعام والشراب، فضول الشهوة الجنسية، فضول المال. احنا المفروض ان في رمضان بتحقق كل الحاجات دي. في الاعتكاف بتتركز في العشر الاواخر: احيا ليلة وايقظ اهلة، يعني الليل بيبقى مستيقظ، بيترك فضول المنام، النوم اللي زاد عن الحد يتركه. فضول الخلطة، المفروض انه معتكف بمعنى ان عامل حصير، عامل حجره يحتجر حصيرا صلى الله عليه وسلم عشان ما يتكلمش معه. ولذلك ربنا يهديهم الاخوه ويوفقهم لما يحب ويرضى، ما يجتهدوش ان هم كل واحد يبقى عايز ايه؟ يتكلم كتير. ماشي كده؟ فضول الكلام، فضول الكلام معناه ان الانسان من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. في الـ في الـ في الاعتكاف خصوصا اكد في رمضان، اكد فضول الطعام والشراب، وهو الانسان ياكل له قيمات يتعود بقى ان هو في الصيام اساسا متعود على كده، ولا يزيد فيما بين ذلك. والشهوه الجنسيه ده هو: ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد. فحكايه فكره بقى في الموضوع، لانه ممكن اصلا يقعد ايه؟ ممكن يقعد يسرح، ما هو زوجته غايبة عنه، واللي معندوش زوجة عنده خيالاته. ما هو المشكلة في السرحان، ما هو ممكن يقعد قاعد عمال يفكر في الشهوة الايه؟ الجنسية برضه. يبقى ما عملش الموضوع، ما عملش، ما حققش الغاية المقصودة، بل بالعكس هي السرحان ده والخيالات هي سبب العادات السيئة، بل سبب اطلاق البصر، بل سبب الدخول على المواقع الاباحية، بل سبب النظر في المجلات والامور الجنسية. البلاوي السودة دي كلها بتيجي منين؟ بتيجي من السرحان، من الفكر، من ان صورة تيجي اقعد يقعد بقى قاعد ساعة ساعتين عمال يتخيل ما هو في الخيال في غير الحقيقة. ده هو ممكن ده لو هو بيتخيل ذلك مع زوجته يبقى نقص بالنسبة لحال الايه؟ الاعتكاف. فما بال اذا كان في غير ذلك. نسأل الله العفو والعافية. فهو بيربي نفسه عن ترك في ترك الفضول. الاعتكاف فرصة عظيمة لترك الفضول، وفي نفس الوقت ترك ما لا يعنيه، ولا يتكلم الا فيما يرجو فيه زيادة ايمانه وحاله مع الله. يعني اذا كان هيسأل، اذا كان هيقول كلمة، هيعمل حاجة بيقول انا ايه اللي هيترتب عليها. ولا ها المال، زكاة الفطر والنفقة والجود كان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم، وكان حين يأتيه جبريل فيدرسه القرآن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجود بالخير من الريح المرسلة. وزكاة الفطر قدر واجب، لازم يطلع زكاة الفطر،
فالجود والكرم والنفقة لا فضول المال، تخلص من فضول الأموال. ها ما عندناش حاجة من الحاجات دي، مش كده؟ الخلطة، ما هو ممكن الإنسان الخلطة لو إنه هو حرص على إنه هو ينشغل بنفسه يقدر يحقق حتى مع الزحمة، حتى مع وجود خلطة بدنية يفارقهم بإيه؟ بالقلب. يقول: ولا يصحب إلا من يعينه على ذلك، فإن بلي بمن لا يعينه فليدرأه عنه ما استطاع ويدفعه دفع الصبر. قال الثالث: نصرة قصده على منازعات العلم، معنى ذلك نصرة خاطر العبودية المحضة والجمعية فيه والإقبال على الله فيها بكلية القلب على جواذب العلم والفكرة في دقائقه وتفاريع مسائله وفضلاته. أو أن العلم يطلب من العبد العمل للرغبة والرهبة والثواب وخوف العقاب، فتهذيب القصد. لسه ما غيرتهاش طبعا. الأولانية زي ما قلنا اللي هي علوم الوسائل، ما يقعدش يفكر فيها كتير، ما ينشغلش بيها، اللي هي فضلا عن علوم الخارجة اللي هي زي علم الكلام مثلا، والعلوم اللي هي غير نافعة، القياسات البعيدة، الفروع الدقيقة غير العملية، وهذه لا ينشغل بها. فبيقول نصرة قصده اللي هو اقباله على الله عز وجل، اللي احنا اتكلمنا فيها في مسألة جنون الحل الى العلم، ان هو اهتمام بحال القلب على الى منازعات العلم، المجادلات والحاجات اللي بتحصل اللي بتخليه ينشغل بعيدا عنها، زي ما قلنا اللي هي بعيدا عن علوم الكتاب والحكمة. بيقول بقى تفسير تاني: ان العلم بيطلب من العبد العمل للرغبة والرهبة والثواب وخوف العقاب، وده عندهم نقص، ان الانسان يعمل للجنة ويهرب من النار ده لازم يبعد عنه والعياذ بالله، فده كلام باطل وضلال. يقول: تهذيب القصد تصفيته من ملاحظة ذلك، وتجريده ان يكون قصده وعبوديته محبة لله بلا علة، وان لا يحب الله لما يعطيه ويحميه منه، فتكون محبته لله محبة الوسائل، ومحبته بالقصد الاول لما يناله من الثواب المخلوق، فهو المحبوب له بالذات. بيقول ما تحبش ربنا عشان الحاجة المخلوقة فقط، عشان اللي هيديهولك. الكلام ده وارد على الامور الدنيوية، يعني بيحب ربنا علشان عطاله فلوس، عشان صحته كويسة، عشان عطاله في مركز في الدنيا، النعم اللي شايفها ايه هي دي. ولو هو حب ربنا عشان كده بس مش كفاية طبعا، بلا شك لابد ان يحب الله سبحانه وتعالى لكمال اسمائه وصفاته، ويحبه لأنه اجتباه واصطفاه لهذا الدين ووفقه له واصطفاه على العالم. فعلا المسلم مصطفى على العالم ومفضل على العالمين، لأن الله عز وجل جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم مذكورة يعني في الكتب المتقدمة. فقال في مقام تضرع سيدنا موسى لقومه، قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يعني ربنا بيذكر فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا موسى في مقام التضرع والانكسار والسؤال أن يحيي الله عز وجل خلاصة أمته، وسبعين رجل خلاصة بني إسرائيل، خدهم واحد واحد الأمثل فالأمثل، الأمة من غيرهم ما تسويش حاجة، وماتوا أخذتهم الصعقة مات. فسيدنا موسى قام يتضرع إلى الله، طب هيرجع لبني إسرائيل من غير السبعين واحد دول، ومين اللي هيقوم معاه بيهم من غير السبعين واحد دول، خلاصة الأمة. فقال: أتهلكنا مما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. ده مثال لموضع السفوف، يعني إيه ده؟ موضع الإنسان يزل خالص فيه. ساعة ما تسمع الآيات دي ما تقولش بقى نحن أحباء الله،
شبعنا الموضوع ده. مثال من اللي كان طلبه الاخ ان هو لا يطير في موضع صفوف ولا يسف في موضع طيران، مش كده؟ ما بيقول الجهالة ان هو يطير في موضع صفوف، ساعة ما يسمع آية زي كده يقول لا لا لا، ده الكلام ده الناس التانية مش احنا، احنا احباء الله. اهو ده بقى طيران في مغرب، ده انت دارس بالكسر، ده انت كده ما انتش فاهم حاجة. ده سيدنا موسى بيتضرع الى الله عز وجل بايه؟ بان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وربنا عز وجل ذكر قال عذابي اصيب به من اشاء. ساعة ما تسمع كده يبقى انت في خوف عظيم، لان انت تسكن كده وتسكت زل، لانك انت ممكن تبص تلاقي نفسك انت اللي ايه؟ المعذب بنص الناس دي. ويشاء الله عز وجل يعذبك فيقدر لك اسباب العذاب فتهلك والعياذ بالله. فانت ده موضع ده لازم ايه تزل فيه وتنكسر. قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فعشان ما تيأس من رحمه الله، فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه. والزكاه هنا زكاه القلوب اللي هي لا اله الا الله، اللي هي التوحيد اللي هو الاخلاص اللي هو الحب. وزكاه الاموال تابعه لهذه الزكاه الداخليه، لانك انت اذا تخلصت من الشح قدرت تطلع، اذا ما تخلصتش من الشح والبخل مش هتطلع. قال فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا شرف عظيم جدا ان هذه الأمة تبقى مذكورة بهذا في أشر يعني في موطن لسيدنا موسى عليه السلام، وهم مش هيلحقوه. ده ربنا ذكر هذا لسيدنا موسى وأمته كلها مش هتلحق أن تكون إيه من أمة، لكن عشان يحبوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك سيدنا موسى محب لأمة محمد وناصح لها وشفيق عليها، وهو للأمة عنده منة عظيمة ان هو في عدد الصلوات، لان كانت لا تطيق 50 صلاة، وهو اللي نصح الرسول صلى الله عليه وسلم شفقة على امتي قال ان امتك لا تطيق ذلك. فهو محب لامة محمد صلى الله عليه وسلم لان الله عز وجل يعني ذكر من صفاتهم ما يقتضي حبهم. فشرف عظيم جدا لينا ان احنا نكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تشأ عشان كده يقول ده اللي تحب بيه ربنا، تحس ربنا اختارك كده هو من وسط العالم ده، وكمان اختارك من وسط الأمة. يعني انت أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب بس انت التزمت وعرفت السنة، والناس التانية مكتفية بأنها بتايه بتنطق الشهادة بس، انت كمان جاي بتصلي وتصوم وتعتكف وبتحب ربنا وبتقرأ القرآن والتزمت من السنة والجماعة بعدت عن البدع. ده ربنا اختارك اجتباك، فمن هنا تحب الله سبحانه وتعالى. يبقى على ما يعطيك من النعم الدينية والرحمة بالدين وبالطاعة، هذا مع الأسماء والصفات بها ينبت الحب في القلب. يبقى شهود النعم الدينية والدنيوية، يعني ما مش الإنسان يقول لا ما مش ما 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 بصش للنعم الدنيوية، لا بس ما تقتصرش على النعم الدنيوية، ما تقتصرش على النعم الدنيوية. اللي تاخد السفهاء في الآية اللي هو أتهلكهم ما فعل السفهاء منا اللي هم اتخذوا العجل، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. مين السفهاء دول؟ اللي اتخذوا العجل، عبدوا العجل. لا، السبعين دول خلاصة اللي اختارهم، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، اختارهم يعني ايه انتقاهم، الأمثل فالأمثل، أفضل 70 واحد من إسرائيل عشان يذهبوا معه إلى جبل طور ليسمعوا ما يعني يشهدوا موسى عليه السلام أثناء كلام الله عز وجل. فأخذتهم الصاعقة. دي مش ثابتة إن هم دول، دي الآثار اللي بتقول إن هم دول اللي قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، آثار إسرائيلية. الظاهر إن هذا كان من كلام طائفة غير مؤمنة، الله أعلم. ليس عندنا دليل أن أخذ الصعقة هنا هو ده بسبب هذه الكلمة، وإلا فربنا عز وجل قال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومش هم دول
اذا كانوا دول افضل 70 واحد يكونوا هم دول لن نؤمن لك؟ لا مش هم دول، دي اثار اسرائيليه ومخالفه لظاهر القران ان كده بني اسرائيل ما فيهمش حد عدل ابدا. وربنا قال لهم اصحاب سيدنا موسى، وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون. فاذا كانوا افضل 70 واحد منهم هيقولوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، لا مش هم دول، دول ناس ثانيه. وماله؟ ما هم دول اللي قالوا كده، اللي قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا صعقوا بعدين لكن الظاهر ان السبعين رجل الاولين مؤمنين اصلا، بمقتضى ان هم دول السبعين ان ما فيش مؤمن في اصحاب موسى. الله عز وجل اعلم، عشان كده سيدنا موسى قام ايه؟ قام يتضرع لربنا. اللي هم مين؟ طبعا طبعا 70 هم افضل اصحاب سيدنا موسى. ما عبدوش العجل. نعم. يقول فإن من أحبك لأمر ولاك عند حصوله ومن لك عند انقضائه. أنت بيقول لابد أن يكون هو، فهو المحبوب له بالذات، العبد يحب الله بذاته بأسماء وصفاته، بحيث إذا حصل له محبوبه تسلى به عن محبة من أعطاه إياه. فإن من أحبك لأمر ولاك عند حصوله ومن لك من الملل عند انقضائه. والمحب الصادق يخاف أن تكون محبته لغرض من الأغراض فتنقضي محبته عند انقضاء ذلك الغرض، وإنما مراده أن محبته تدوم لا تنقضي أبدا، وأن لا يجعل محبوبه وسيلة له إلى غيره، بل يجعل ما سواه وسيلة له إلى محبوبه. وهذا القدر هو الذي حام عليه القوم وداروا حوله وتكلموا فيه وشمروا إليه، فمنهم من أحسن التعبير عنه ومنهم من أساء العبارة، وقصده وصدقه يصلح فساد عبارته إذا كان هو فعلا صادق. ومن الناس من لم يفهم هذا كما ينبغي فلم يجد له ملجأ غير الإنكار، ينكر عليهم إن هم بيقولوا مش عايزين جنة ولا إيه ولا خايفين من النار، ولازم ننكر عليهم طبعا وملاش حل، وكونهم أساء العبارة ده دليل اللي خلى الناس تضل بسببهم، ده دليل على ان في خلل، ان سوء العباره انه لا يريد جنه ولا نارا سوء عباره، لا ده منافي للايمان، كنا يتلفظ بعبارات منافيه للايمان ده دليل على ان في شيء في القصد. والله اعلم. الله اعلم. الله يغفر لكل من قصده الحق واتباع مرضاته، فانه واسع المغفره. اقول قولي هذا واستغفر الله.